الحياة نظامي. أنا أستاذ الشباب. بدي أخذ دواي. حافظوا على كل الموجودات اللي على الطاولة. عمار ما هيك؟ تحرك معي. مخدرات؟ طب الإسعاف بسرعة، تحرك! حاضر سيدي. يا جمال الله يرضى عليك، مو مناولني ابريق الشاي من المطبخ. انا بجيبه امي. لا لا انت عدي حبيبتي. سونا. نعم ماما. انا مو بتعتبريني مثل امك؟ واعز. طيب لكان الله يرضى عليك قومي غيري لي هلا قميص النوم. تكرم امي على عيني. شوف يا مو، أنا هاي الفصول الخايسة ما بحبها. شباك ما عاد تحبكت ولا عاد أنت عينك من هالبنت. أنا؟ إيه أنت اللي كان أنا شايفتك. إن شاء الله فكرني مو شايفتك. ليك يا أمو، أنا هي البنت جايبتها مشان ما أتعذب خطيتك، مشان أكسب فيها أجر وثواب. جاي أنت بدك تعمل هالفصول، إذا عاجبتك كثير وخاطة مشتك بخطبك إياها وجوزك إياها. الحمد لله اللي هدي شوي. عفوا بس أنا الشخص المفروض يتحول على مركز معالجة الإدمان فورا. من خلال 4 ساعات كحد اقصى، اذا ما بياخذ جرعة هيروين ممكن كثير يتعرض لصدمه يوقف قلبه. مو حرام رجل مثل هالرجل هذا يكون مدمن مخدرات؟ عفوا مين حضرته؟ هذا الاستاذ نزار، اهم مخرج تلفزيوني وجوزها للممثل الوسي. تفضل دكتور تفضل.